يقول نعمل في دائرة حكومية، يقوم المدير بصرف ساعات إضافية وأحيانا دون أن نقوم بالعمل الإضافي، وعند سؤاله أجاب أنه يملك عددا من الساعات يصرفها في كل شهر، فما حكم ذلك؟ هذا يرجع إلى النظام الذي وضعه ولي الأمر، فإذا كان تصرف هذا المدير وهذا المسؤول ينطبق على النظام فلا بأس، أما إذا كان يخالف النظام فإنه حرام ولا يجوز.